السلام عليكم everyone, I hope you are doing well. اليوم غنصحو التمرين ديال الـ present simple والـ present continuous, وغنشرح لكم كل جواب على جدنا. دونك غنحاول ندير present simple باللون الأحمر, صحيح, بمعنى الأجوبة ديالو غيكونوا باللون الأحمر, والـ present continuous غنديرهم باللون الأخضر باش يبان لكم كل تنس على جدنا. يلا. So Sally chat on Facebook now. غنجيو غنقلبو على expressions of time. كاينه now. دونك now كتقول لي present continuous. اوكي, كنجي للسبجكت, كاينه سالي بمعنى شي, اوكي, وكاين question mark. دونك ثلاثه ديال الاشياء اللي خاصنا ناخذ بها الاعتبار. دونك now كتقول لي present continuous بمعنى كاينه ing, هذه الحاجه اللي مضمونه انها كاينه. اوكي, الكويشن مارك كتقول لي كاين لانفيرسيون بمعنى الفاعل والفعل غيتقلبوا, ما غنقولوش بحال يو ار, غنقولوا ار يو مثلا الا كاين يو. دونك سالي تنقولوا سالي از. اوكي, دونك غنديروا از سالي وغنجيبوا هذا الفعل. الا شفتوا معايا هذا الفعل من بين الافعال اللي كينتهيو بسي في سي, دونك غندوبليو, غنديروا الكونسوننت الاخير ندوبل. اوكي, سو از سالي chatting on Facebook now. دونك present continuous. الثانيه, الجمله الثانيه, my friends eat couscous every Friday. غنجيو غنلقاو every Friday, every Friday ولا every, وما كيهمنيش داكشي اللي كاين موراها. دونك فاش تكون every راه present simple. ها حنا لقيت انه present simple, ما كايناش question mark. غنجي للفاعل, my friends بمعنى plural, بمعنى لو بغينا نعوضوهم غنقولو they. اوكي, ويلا كاينه they و I و we و you ما كنقيسوش الفعل. دونك eat كنكتبوها كما هي. نمبر 2, دونك حيت بدينا 012, محمد not drive his not write his license. غنجي غنقلب على expressions of time, ما غنلقاش, ما كاينش expression of time. دونك الا ما كاينش expression of time تندير present simple. غنجي غنلقى النيجاتيف not, وكاين محمد, محمد بمعنى هي, هي ولا شي ولا it في present simple قلنا كنزيدو s ولا es على حساب الفعل. دونك كاينه not ومحمد. دونك واحد الحاجه اللي متاكد انها كاينه هي does. اوكي, كنجيب not كنحطها هنا او كنجيب الفعل كما هو ما كنبدل فيه والو او كنحطو هنا does not write his license. نمبر 3, خالد shoot a video right now. كاينه right now بين الاكسبريشنز اللي كيتستعملوا في البريزنت كونتينيوس. دونك هادو هما اللي كيعطيوني فكره واش بريزنت سيمبل ولا كونتينيوس. دونك خاصني نضبطهم. غنجي خالد, خالد بمعنى هي. اوكي, غنجي بما انني عرفت انه بريزنت كونتينيوس كاينه اي ان جي. اوكي, خالد هي تنقولو هي از. اوكي, شوتين, دونك شوت فعل عادي ما فيهش شي حاجه خاصه. دونك كنكتبو شوت وكنزيدو اي ان جي. نمبر 4, اي كات ا بيبر فور ذا تايم بين. غنجي الجمله غنلقى اكسبريشن اوف تايم اللي هو فور ذا تايم بين. دونك الى شفتو ديما الاكسبريشن اوف تايم هو الحاجه الاولى اللي خاصني نلقاها. فور ذا تايم بين خاصني نحفظ انه كيتستعمل مع البريزنت كونتينيوس. اوكي, غنجي غنلقى اي, اي في البريزنت سيمبل ولا في الفيرب تو بي في البريزنت سيمبل تنقولو اي ام, وكنزيدو اي ان جي للفعل. هاد الاشياء ضامنينهم انهم كاينين. كنجي للفعل كات, كاينه فيه سي في سي, كونسونانت فاول كونسونانت. دونك شنو كنديرو, كنديرو دبل تي, جوج ديال تي حيت كينتهي بكونسونون فويل كونسونون. سي بون. نمبر 5, مايكل not be home now. كاينه now. اوكي, present continuous, ولكن كاين الverb to be, والverb to be من بين الافعال ما كنديروش فيها فيهم اي ان جي, ما كاينش فيها اي ان جي, ممنوع من الصرف هو. اوكي, دونك مايكل not be, دونك مايكل is, منين جبنا هاد is هذا وكنديرو not فقط, ما كنديروش is not being. واللي دارها راه نقدروا نحسبوها على صحيحه, نعطيكم فكره كنت ديجا شرحتها لكم. دونك في الاصل, في الاصل هاد الفيرب تو بي في البريزنت كونتينيوس يكون از نوت بين في الاصل.
ولكن كنت شرحت لكم وقلت لكم انه الا كاين الفيرب تو بي في هاد بيين وكاين هنا الفيرب تو بي ما نحتاجوش اننا نديرو جوج الفيرب تو بي جوج المرات دونك داكشي علاش من الافضل كنحيدو هادي سي بون دونك هي از نوت هوم نو بمعنى ما كاينش في الدار دابا فلان مايكل جاكسون نوت بي هوم هنايا غنقراو الجمله ما غنلقاوش اكسبريشن اوف تايم دونك بريزنت سيمبل اوكي جاكسون كاين نوت نيجاتيف والفيرب تو بي في النيجاتيف سواء في البريزنت كونتينيوس سواء في البريزنت سيمبل كنقولوا از نوت دونك الا شفتوا معايا هنايا قلنا از نوت هو الجواب الصحيح وهنايا از نوت الجواب الصحيح دونك الفيرب تو بي الا كنت ضابطه في البريزنت سيمبل راه ما غنلقاش مشكل في البريزنت كونتينيوس حيت ما كيتبدلش اوكي كنت عطيتكم ليكزامبل ديال مثلا قالك شي واحد هاو ار يو كتقول له مثلا هاو ار يو ناو ولا هاو ار يو توداي كتقول له اي ام فاين اي ام هابي وشي واحد اللي ديما هابي كيقول لنا اي ام هابي افري داي اولسو دونك ما كنقولوش اي ام بين هابي ناو وما كنقولوش لايك هي از نوت بين هابي اتسيترا 7 جين تشات اون فيسبوك دونك الا شفتو كويشن مارك ما كاينش اكسبريشن اوف تايم دونك بريزنت سيمبل وفي البريزنت سيمبل كنعرفوا انه كنزيدوا واحد لوكزيليير اللي هو دو ولا داز دونك دو ديما كاينه كنجي كنلقى هاد جين بمعنى شي دونك كنزيد او اس داز كنجيب هاد جين داز جين او كنجيب تشات ما كنبدل فيها والو في الفعل الاخير سو هادو هما التمارين اللي عطيتكم لاست تايم ان شاء الله اليوم غنحاول ان نحط لكم الدرس ديال البريزنت بيرفكت باش نحاولوا نسرعوا شويه الوتيره ديال الدروس وكما قلت لكم غيجي فينا وصل الامتحان ان شاء الله حتى تكونوا راجعوا جميع الدروس تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم.